احتفى مركز دعم ريادة الأعمال في حفل بالدار البيضاء بالدفعة الأولى للطلبة الخريجين بعد 6 أشهر من التدريب في مجال تعميم التقنيات المالية وتطوير مهارات الاتصال والمعلومات ودعم حامل المشاريع. الهدف ديالنا من هذا المركز وهو خلق جيل جديد من المقاولين الشباب. فلاحظنا بأن الشباب وخاصة عندهم رغبة في خلق شركات صغيرة أو متوسطة تنقصهم واحد الكفاءات. لهذا قررنا بأن الطلاب اللي حاملي الشهادات ديال التعليم العالي بأن عندنا باش ندربوهم على ريادة الأعمال في مدة سنة تقريبا 750 ساعة ديال التدريب من طرف خبراء من رجال الأعمال اللي تجهزوهم باش يأسوا شركتهم. غاد نتوجوا الفوز الأول وكذلك غاد نعطيو الجوائز لأحسن المشاريع، لأن الحمد لله الآن عندنا عدد من الشباب اللي تكونوا واللي الآن عندهم مشروع منذ ما يزيد على 20 سنة، وأنا أحاول أن أعمل لرفع من جودة التعليم في المغرب عبر عدة مشاريع، وهذا المشروع من إحدى هذه المشاريع، ولكن لا يمكن أن الواحد يد واحدة لا تصفق. فكان أولا من الضروري في البداية أن نقنع جامعة حسن الثاني باش تستضيف هذا المركز. الآن هذا المركز هو في داخل جامعة حسن الثاني، وبعد ذلك كان تخصنا نشوفوا واحد الممول، واتصلنا بالسفارة الأمريكية عندهم واحد تمولوا واحد المشاريع ديال الجمعيات، وهذا المركز تابع للديبارتمون ديتا أمريكان وتيدرسوا هذه المشاريع وقرروا باش هذا السابل لوميبي ميدل ايست بارتنرشيب انيشيتيف. تتويج الطلبه جرى خلاله اختيار 4 مشاريع وهي افضل مشروع وافضل مشروع ذو اثر اجتماعي والمشروع الاكثر ابتكارا اضافه الى افضل مشروع ذو اثر بيئي. انا فرحانه بزاف لحقاش تتوج بالبخي الاول، يعني الجائزه الاولى أحسن مشروع عنده أثر بيئي على المجتمع. المشروع ديالي هو كنصنعوا لي بافي وكان كوميرسياليزيهم، كنبيعوهم لي ديبو دو كونستركسيون. هاد لي بافي هما سون جوجي ايكولوجيك لحقاش كيقدروا ينيطوايو الهواء، كينظفوا الهواء من المواد السامه اللي فيه بحال الديوكسيد دازوت، البكتيريا وكاع المواد السامه اللي عندها اثر مضر على الصحه. المشروع ديالي توج باحسن مشروع في جميع الاصناف ديال المشاريع. حققت هذا المشروع في اطار المبادره ديال الانتربرونورشيب سنتر. دونك هذا المشروع الدور ديالو هو احياء واحد العلاقه اجتماعيه بين الاطراف اللي تيجمعوا الزيوت النباتيه المستعمله. هذا المشروع الهدف ديالو الحقيقي الاسمى هو اداره ديال الزيوت النباتيه المستعمله عند شركات اللي مختصين في التحويل ديال هذه الزيوت المستعمله البيوديزل. ويذكر ان 12 شركه ناشئه تنافست على الجوائز قبل ان يحسم امر التتويج.